السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة الحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض في فحص جديد من الفحوصات المقطعية على جهاز جديد، وهو جهاز طبعا توشيبا زي ما حضراتكم طالبين. طبعا الفحص اللي هنشتغله النهاردة هو فحص سي تي يو تي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنشوف الفحص من البداية للنهاية، من الألف للياء إن شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين بنسجل الأي دي بتاعنا، سواء رقم أو اسم الفحص، بنسجل اسم الحالة وبننزل تحت خالص. طبعا لو انت عايز تسجل بقيه البيانات سجلها، لو مش ضروري معاك خلاص ما بنسجلهاش. بنسجل طبعا بنختار ابدومين، وبنيجي تحت هنا بنختار يو تي، بنختار يو تي او كيو بي، تمام كده. بنيجي طبعا العيان ممكن يكون نايم هيد فيرست او فيت فيرست، ايا كانت النومه اللي هو نايمها. طبعا العيان نايم على الترابيزه فيت فيرست، لان طبعا كل الحالات بيتعودوا ان هم طبعا يشتغلوها في فيرست بسبب شغل الصبغه الكتير. فطبعا الترابيزه متظبطه ان كل الحالات بتنام فيت فيرست، ما عدا طبعا فحوصات البرين وفحوصات السكال. طبعا احنا هنشتغل والعيان طبعا نايم فيت فيرست، ولكن حركه الترابيزه هتكون اوت، الترابيزه هتتحرك اوت. طبعا السنتره هتكون من نص الشيست زي ما اتفقنا، سواء انت منايمه هيد فيرست او فيت فيرست السنتره هتكون من نص الشيست، ولان طبعا السنتره هتكون من نص الشيست فهنتحرك اوت بالسهم زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بنقول له كونفيرم وبنبدا ناخد السيرفي بتاعنا. السيرفي طبعا المفروض ان يبقى فيه بيكون فيه اتنين سيرفي اللي هو الكورونال والسيرجيتال، ولكن احنا ما يعني تحسبا او استغلالا للوقت فطبعا ما بناخدش الايه السيرجيتال. هو الجهاز بيحسب الملي امبير بشكل كويس جدا، تمام. ولكن احنا طبعا في امكانيه ان انت لو الفحص وقف معاك، ان انت لو الفحص وقف معاك بسبب ان هو مش حاسب الملي امبير كويس، فانت بتزود له الملي امبير 250 او 300 على حسب الخيارات اللي موجوده معاك على الجهاز. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الفحص اللي قدامنا ده، بناخد طبعا الفحص بتاعنا من نص الشيست لحد تحت البيوبيك بون، بنفتح الفيلد فيو شويه عشان خاطر يكون مغطي الساجيتال برده، عشان خاطر الابدومن ما تقطش مني من قدام او الباك يتقطش مني من ورا. زي ما حضراتكم شايفين بندوس كونفيرم ونقول له اوكي على البوزيشن بتاع الترابيزه. بنيجي نبص على السكان او الريكون ديتيلز، زي ما حضراتكم شايفين بنشتغل سيكنس 4 والسلايس انترفال بتكون 4، تمام. ده الريكون، ده طبعا الصور اللي بتنزل اللي هم الكورونال والساجيتال اللي بينزلوا، ولكن الفوليوم بنشتغله طبعا على سيكنس 1 والانترفال بيكون نص، تمام كده. او في بعض الاحيان لو انت عايز تشتغله على سيكنس نص بتشتغله على سيكنس نص 5/10، تمام كده. زي ما حضراتكم شايفين هنشوف الفحص بتاعنا، وزي ما اتفقنا كويس ما تنزلش العيان من على الجهاز غير لو انت مطمن ان الفحص تمام، وضروري جدا على تنبه على العيان رساله كتم النفس عشان الفحص يكون معاك مظبوط، وضروري زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده ان العيان يكون مزنوق في البول بشكل كويس عشان تقدر ترسم اليورتر. بعد ما خلصنا بنعمل ستوب روتيشن وبنعمل كويت اكزام، وزي ما حضراتكم شايفين بنخش على الاوتو فيو اس وبنختار الفوليوم بتاعنا. لسه طبعا الفوليوم بيحمل، الفوليوم بيحمل الصور تحت. طبعا ما نزليش دلوقتي غير السيريز اللي هم الاكزيال بس، اللي هم ال 116 صوره دول اللي هم الاكزيال، اللي هو السيكنس بتاعها كان 4 وسلايز انترفال 4. بنستنى طبعا لما الفوليوم الكامل ينزل اللي هو بالسيكنس نص. زي ما حضراتكم شايفين هو الفوليوم ده هو ده اللي بناخده بنروح نشتغل بيه على الام بي ار، تمام كده. بنفضل متابعين مع بعض الفوليوم، بنعمل ابديت كده لحد ما الفوليوم ينزل بشكل كامل. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الفوليوم نزل كامل، بنختار ونعمل لود، بندوس على كلمه لود تحت اهوت، تمام. بنختار الفوليوم وبنضغط على لود، بيحمل لي الفوليوم بتاعي على الاوتو فيو اس. بعمل بعد كده لود اهو، لود، بعد كده بعمل اوتو لود وبروح بيه على الام بي ار فوق خالص زي ما حضراتكم شايفين، بيطلع لي الكورونال والساجيتال والاكزي. قبل اي حاجه زي ما اتفقنا احنا بنرسم الكيرف بتاعنا، تمام. بنرسم الكيرف وبعد كده بنعمل ام بي ار للفحص بتاعنا. لما نيجي نبص على السيريز اللي هنعملها، طبعا بنيجي ندوس على الصفحه الثانيه وبنختار طبعا اللي هو الكيرفد ام بي ار عشان خاطر نرسم اليورتر. وطبعا زي ما اتفقنا الرسم بيكون من السجت الاسهل، ولكن انت لو متعود ترسم من الاكزيال ده يكون افضل، لو متعود ترسم الكورونال ده يكون برده افضل.
طبعا الجهاز ده زي ما اتفقنا، لو انت عايز ترسم من الاكزيلا او الشاشه الاول كورونال ارسم زي ما انت عايز، وبناء عليه بعد ما بتخلص بتدوس على الايقونه اللي هي التشينج سي بي ار ان شاء الله زي ما هنشوف دلوقتي، بيظبط لك الصوره بتاعتك في الوضع اللي انت عايزه، عايزها في الكورونال اوبليك، عايزها في الشاشه الاوبليك، عايزها في الاكزيلا، برده بيجيب لك الايه الصوره بتاعتك. تمام كده، على عكس اي جهاز تاني، اي جهاز تاني انت لو رسمت لازم ترسم عشان خاطر يطلع لك صوره الكورونال، الكورونال لازم ترسم من ايه من السيجيتال زي ما عملنا على جهاز فيليبس. هنا في التوشيبا الموضوع سهل جدا، ترسم من اي اورينتيشن انت محتاجها ترسم عليها وبتعمل تشينج السي بي ار، بيجيب لك الصوره اللي انت نفسك فيها تطلع على الفيلم. بنيجي بعد كده بندوس على العلامه اللي هي طبعا اد، بنعمل اد بوينتس وبنطلع فوق بناخد كات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين رسم الكيرف احنا رسمناه قبل كده على اجهزه، على جهاز اللي هو الفيليبس، ورسمناه طبعا على جهاز توشيبا، ولكن احنا بنعيده مع بعض هنا للتكرار عشان خاطر الموضوع يثبت في دماغنا ويكون اسهل، ونجرب على اكتر من حاله، لان طبعا رسم الكيرف بيكون صعب شويه على بعض الناس اللي هم لسه مبتدئين، ولكن مع الوقت ان شاء الله بيكون الموضوع سهل مع الاستمراريه والتدريب، بيكون الموضوع اسهل بكتير. بنطلع فوق بنفضل نبص على اليوريتر بعينينا كده، بترسمه بعينيك الاول وبعد كده بتمشي عليه بالسهم وبتدوس على النقط، بتدوس على اليوريتر بتاعك وهو نازل كده نقطه نقطه، اهو هو ده اليوريتر، بنبدا نحط نقطه نقطه كده واحنا نازلين لحد ما بيترسم معاك بشكل كامل. اهو بنفضل نقلب في الصور كده بحيث ترسمه بعينيك، بحيث يحصل له اكستنشن معاك. تمام، تفضل تقلب في الصور اهو، كل ما يطول معاك وكل ما يترسم ويكتمل معاك بتبدا ترسم بعينيك، وبعد كده بتمشي النقط اهو، اهو زي ما حضراتكم شايفين بتفضل تمشي الكيرف بتاعك عليه لحد ما تنزل لتحت خالص. وطبعا احنا شغالين على الرايت، والرايت بترسم معانا تحت اهوت زي ما حضراتكم شايفين اهو، بتفضل تقلب في الصور طالع نازل لحد ما يحصل له اكستنشن وتبدا تمشي عليه بالكيرف اللي معاك، بالنقط اللي معاك اهو. تمام اهو، نفضل نمشي معاه لحد ما يوصل لليوريترو برادر جانكشن، توصل للجانكشن وبعد كده بتاخد نقطة أو اتنين في المثانة وبتسحبهم بره الجسم عشان يطلع لك صورة الكورونال كويس. زي ما حضرتك شفتوا بنعمل تشينج سي بي ار، يطلع لك الصورة السيجيتال ويطلع لك الصورة الكورونال اللي أنت نفسك فيها. بتقلب فيها كده بالسكرول بالماوس أهو زي ما حضراتكم شايفين، يطلع لك الصورة اللي أنت عايزها، بتعمل سكرين سيف أو سكرين سيف بيحفظ لك الصورة، أو ايمج سيف، يا إما الصورة اللي أنت عايزها بتعمل سكرين سيف للصورة كلها، يا إما بتعمل ايمج سيف للصورة بتاعتك. بعد كده بنروح عاملين اد وبنشتغل على ناحيه الشمال، بنجيب السجتال ناحيه الشمال خالص وبناخد نقطه بره الجسم وبننزل على الكدني، بناخد نقطه او اتنين في الكدني وبننزل بعد كده على اليوريترا زي ما حضراتكم شايفين بيحصل له اكستنشن معاك، كل ما بتقلب في الصور يحصل له اكستنشن معاك وتبدا ان انت تمشي معاه بالنقط واحده واحده كده، هتلاقيه بترسم معاك بشكل كويس جدا. تمام، تفضل تقلب في الصور كده زي ما حضراتكم شايفين لحد ما ترسمه بعينيك. اهم حاجه اتاكد انك عينك ما هربتش منك ليه من اليوريتر للفيزلز، عشان في فيزلز طبعا واصله من البلفس من تحت للكدني من فوق، بتبقى ماشيه في نفس الاتجاه بتاع اليوريتر وبشكل موازي ليه، فطبعا تخلي بالك ان عينك على اليوريتر اهو، تبدا تنزل كده واحده واحده وتمشي معاه لحد ما توصل لليوريترو بلادر جانكشن وتاخد نقطه بره الجسم لحد ما يرسم لك الكورونال بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، وهو ده الكيرف بتاعنا. بنعمل ايمج سيف وبنعمل كلوز، وبكده ايه احنا سيفنا الصورتين بتوع اليوريترز الرايت والايه والليفت. تمام كده، بعد كده بنيجي نعمل ام بي ار للفحص بتاعنا، بنطلع فوق الكدني كده زي ما حضراتكم شايفين، بنجيب باتش ام بي ار وبنطلع فوق خالص ونقول له ستارت، وبننزل تحت خالص نغطي البلادر والبيوبيك بون ونقول له اند، بيديني طبعا انا بقول له انا عايز طبعا 60 صوره على سيكنس 3، بنطبع اليو تي على 3 عشان يديك اقل تفاصيل لو في ستون صغيره تظهر معايا، وبقول له سيف. ببعت طبعا لو انت عايز تبعت الحاله على الفيلم تبعتها على الفيلم، بتعمل بعد كده كلير وبنطبع وبنقطع طبعا الكورونال، نعمل كلير وبنيجي طبعا على الكورونال نرجع ورا خالص ونقول له ستارت، وبغطي لحد اغطي الكدني خالص وبغطي جزء من المثانه كبير بحيث ان انا اغطي اليوريتر بلادر جانكشنز الناحيتين رايت وليفت، بقول له انا عايز برده 30 صوره على سيكنس 3 وبقول له سيف وابعت على الفيلم. بعد كده باجي على الاوت اوف يو اس
بختار الدايركتري بتاعي، باجي طبعا ببقى محتاج اطبع الحالة، تمام. بنيجي على الحالة بتاعتنا اهي، دي طبعا الواحد وستين صورة وتسعة وعشرين صورة والصورتين بتوعنا اللي هم الرايت والليفت. بنيجي بنقول له طبعا لود، وبقى اعمل اوتو لود، اوتو لود. بناخد طبعا الحالة اوتو لود على الفيلم، طبعا الحالة كلها طبعا راحت على الفيلم كده زي ما حضراتكم شايفين. بنشيل الريفرنس، طبعا بيبقى الخطوط مغطية على الصورة، مبقاش لها اي لازمة اصلا كريفرنس يعني. فبنزوم الصور بشكل كويس كده، بختار سيلكت سيريز وازوم الصور، باجي على الصفحة التانية بلاقي ان الصور محتاجة مظبوطة بشكل كويس وزي الفل، فبقول له طبعا برنت. بعد كده باجي اقلب على الصفحة التانية واجيب الكورونال واقول له شيل اول صورة، وبجيب الصورتين بتوعنا اللي هم بتوع اليوريترز الرايت والليفت، ونزوم الرايت كده، وبعد كده بزوم الليفت زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا ليه حطيتهم هنا مع الكورونا العادي؟ عشان خاطر اليوريترز نفسهم ما فيهمش اي ستونز، لكن هنشوف مع بعض طبعا الحاله الكيدنيز بتاعتنا فيها ستونز، فبالتالي هنشوف ازاي بنطبع او بنقيس الستونز مع بعض ان شاء الله دلوقتي كده زي ما حضراتكم، او زي ما هنشوف ان شاء الله دلوقتي. بنيجي برضو بنختار الفوليوم، بنختار الفوليوم وبنعمل لود وبنعمل اوتو لود وبنروح بيه على الام بي ار. باجي بنزل تحت، بطلع فوق خالص كده لحد ما اوصل للكيدني، ادي طبعا الرايت كيدني فيها ستون كبير كبيره جدا. طبعا احنا لما بنشوف في اكتر من ستون في الكيدني بنقيس اكبر واحد. باجي بدوس على الصفحه رقم 2 او الصفحه رقم 1 وبدوس على الميجرز وبجيب المقاس، بيطلع لي الستونز، الستون طولها مثلا 14.5 ملي، باجي اقيس الكثافه، بلاقي الكثافه حوالي 839. افضل اتحرك بالكثافه كده لحد ما اوصل لاعلى تسجيل، اعلى تسجيل معايا بيطلع باخده معايا. اعلى تسجيل هنا كام؟ 1463 اهو ظهر معايا، اعلى تسجيل ظهر معايا 1463، تمام. افضل اتحرك بالكثافه كده لحد ما اوصل لاعلى تسجيل معايا 1463. بعد كده بقفل الميجرز خلاص، انا خلاص عرفت المقاس بتاعي، بقفل الميجر خالص وباجي بجيب الاي بي سي واعمل تكست. طبعا بكتب بقى المقاسات اللي انا قستها، بعمل طبعا 14.5 ملي دوت و 1463 هاونس فيلد، تمام، وبقول له اوكي، فبيديني التكست بتاعي تحت الصوره. باجي بختار سهم او بختار خط كده يشير ل من التكست للستون اللي انا قستها او زي ما حضراتكم شايفين، واختار سهم يشير للستون بالمنظر ده كده، واقول له ايمج سيف، هو ده القياس بتاع الستون 14.5 ملي 1463 هاونس فيلد. باجي طبعا ابص على الكدني الثانيه ونشوف ايه الستونز اللي فيها، بتحرك فوق وتحت كده لحد ما اوصل لاكبر ستون موجوده في الكدني، دي طبعا اكبر ستون اهيت، بظبطها كده، بجيب برضو الميجر واشوف اللينس بتاعها، اللينس بتاعها بيكون حوالي 4.5 تقريبا، واجي ابص على الكثافه بتاعتها بتكون حوالي ادي 542. افضل اتحرك برضو لحد ما اوصل لاعلى تسجيل، دي طبعا 638 او 636 تقريبا. بنيجي بنكتب الستون، بنكتب طبعا الايه التكست بتاعنا بالميجرز اللي احنا عملناها زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده، واقول له اوكي. كان طبعا الميجر كام؟ 4 ملي، والهاونس فيلد كانت 698 هاونس فيلد، وبختار السهم يشير للحصوه، ودي طبعا الستون اللي موجوده في الليفت كيدني. بعد كده طبعا بنيجي بتحطهم طبعا معاك على الفيلم مع الاكزيال الستونز بتاعتك سواء اليمين او الشمال، بتحطهم في صورتين جنب بعض زي ما عملناهم كده في على الفيلم طبعا مع الاكزيال، وبتحط اليوريترز مع الكورونال. وطبعا لو انت عايز تطبع الاكزيال لوحده والكورونال لوحده وبعد كده تحط فيلم فيه اربع صور للاكزيال للستونز مع اليوريترز الكيرفز، طبعا ممكن تعمل كده بطريقتك انت زي ما عملنا وزي ما شفنا قبل كده على جهاز فيليبس ازاي بنطبع الحاله اليوتي.
لكن هنا انا وريتك ازاي بنقيس بشكل سريع، وازاي بنقطع، وازاي بنعمل ام بي ار، وازاي بنعمل فيلمنج، وازاي بنقيس، وازاي بنعمل كل حاجه بالنسبه لحاله اليوتي على جهاز توشيبا. وبكده الحمد لله يكون خلصنا الفحص بتاعنا وخلصنا الفيديو بتاعنا بشكل كامل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.